السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد اللطيف سعيد من مدونة كريزر انت في شرح تاني معانا بإذن الله في شرح جديد، وإن شاء الله النهاردة موضوعنا هيكون موضوع سهل وبسيط جدا، إن أنت إزاي تقدر تقص الصور باحترافية على الفوتوشوب. طبعا إحنا شرحنا قبل كده أكتر من طريقة إن أنت إزاي تقدر تقص الصور باحترافية على الفوتوشوب، لكن الصور طبعا اللي إحنا قصيناها قبل كده كانت بطريقة عادية أو بالطرق العادية اللي هي مثلا يعني بالطرق العادية اللي إحنا شرحناها قبل كده، وهوريكم إزاي في الفيديو. تمام، طبعا في البداية ان احنا نفصل خالص، تمام، نيجي نفتح فوتوشوب مرة تانية، طبعا النهاردة مش هقول لكم مقدمات ولا اي شيء، لان انا الحقيقة يعني مش عايز اطول في الفيديو، لان حضراتكم انتوا عارفين بقى ما تنسوش تعملوا لايك على الفيسبوك، بجد ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على قناة الجديدة قناة كريزنت على اليوتيوب، لان القناة القديمة بتاعتنا اتقفلت، كلكم عارفين بقية الايه الجملة. نيجي في البداية ان احنا عايزين نقص صورة بطريقة بسيطة. طيب في البداية صورة زي دي اللي هي صورة الكلب دي، تمام، عندك الصورة دي لو انت مثلا جيت تقصها بالطريقة العادية هيبقى صعب جدا. ليه؟ ليه؟ عشان خاطر الشعر ده، الشعر ده صعب جدا ان يتقص بالطريقة العادية على الفوتوشوب، تمام، ولازم طبعا ان انت لو انت هتقصه بالطريقة العادية استحالة اصلا ان انت تقصه بالطريقة العادية، لان عندك هنا مثلا في فراغات كتير جدا هنا اهو، تمام، استحالة ان انت تعرف تقصها بالطريقة العادية. طيب ايه، طب هي ايه الطريقه العاديه اصلا؟ تمام، لو احنا مثلا جينا سحبنا الكلب على الفوتوشوب، تمام، وجينا فتحنا الصوره على اساس ان احنا نقدر نعدل عليها، وجينا كبرناها مثلا شويه، دي بيسجل ولا لا؟ اه بيسجل، تمام. لو انا مثلا احنا جينا كبرناها شويه بعدنا بالشكل ده، طبعا كلكم عارفين الطريقه العاديه، تمام، كلكم عارفين الطريقه العاديه اللي انت مثلا هتيجي كده اهو، بعد كده ثم هتقص بالشكل ده ومش عارف ايه، هتقص الكلب جامد يعني، حتى كمان لو انت بتقص باحترافية شديدة جدا، يعني انت مثلا بتقص ومدقق عينك في الصورة ممكن تقعد في القص حوالي ساعة عشان تقدر تقص يعني صورة زي دي، وفي الآخر الصورة مش هتطلع زي ما انت متخيل. ليه؟ لأن الصورة فيها شعر، يعني احنا جينا كده اهو وعملنا قط وشلنا هيطلع عندنا الصورة بالشكل ده، صورة غير احترافية بتاتا، تمام، يعني ملهاش اي لازمه انت تقص مثلا الصوره بالشكل ده. طيب طبعا احنا لو احنا مثلا قلنا الطريقه التانيه، وطبعا كلكم عارفين الطريقه التانيه اللي هي عن طريق الايه اللي هو الابتدى اللي هي الاداه دي اللي احنا بنقول عليها عصايه السحر يعني، او اللي اسمها ايه، والله نسيت اسمها، بيظهر هنا منيو انا بيقول لي الماجيك وين تو، تمام. لو احنا مثلا حجينا عليها كده، لو احنا دوسنا عليها طبعا هيحدد لك على الالوان المحدد فقط عندك في الصوره. كمثال مثلا انا لو انا عندي مثلا صوره خلفيه بيضاء او خلفيه خضراء او خلفيه زرقاء او خلفيه حمراء، اي لون موحد في الصوره، لو تدريجي حتى مش هياخد معاك تدريجي، لازم يبقى لون موحد في الصوره على اساس ان انت تقدر بمعنى اوضح ايه تحدد على اللون كامل. طب لو احنا مثلا افترضنا، احنا مثلا افترضنا جينا حددنا على اللون ده مثلا، بعد كده جينا قصينا هيظهر معانا بالشكل ده، وهنفضل بقى نجيب الاستيكه بقى ونقص كده، يعني حاجه شيء غير احترافي. طبعا في اكتر من طريقه كمان نستخدم طريقه القلم، واحنا شرحناها قبل كده، تمام. طيب الطريقه اللي انت يعني الطريقه اللي انت تعرفها دلوقتي عموما بيستخدموها في الاستوديوهات، اكيد طبعا الاستوديو مثلا هو مش هيقول لك سر صنعته ايه، مثلا ان انت ازاي تقدر تقص صوره باحترافيه، وازاي مثلا شعر العريس او العروسه مقصوص من جوه والكلام ده كله، تفتكر ناس احترافيين، لكن هم احترافيين اه، بس هم بيقص ما بياخدش في ايده بالظبط القص دقيقة، تمام. ليه؟ لانه بيستخدم اداة تانية غير اللي انت يعني غير الادوات اللي انت كلها عارفها دي. طب هي ايه بقى الاداة دي اللي انا هقول لك دلوقتي في الشرح؟ عندك هنا العصاية دي او الماجيك تول دي، لو انت جيت مثلا دوست عليها كليك يمين هتظهر معاك المنيو ده، عموما تختار اول واحدة اللي هو البراش ده او الفرشه دي اللي هي الفرشه التحديد دي، لو انت جيت عليها تمام هيظهر معاك بالشكل ده. طيب نفترض ان احنا نكبر الصوره ونخليها زي ما هي، عندك هنا بيظهر لك فوق لو انت مثلا عايز تضيف شكل محدد او مثلا اداه محدده للبراش، طبعا احنا مش عايزينها، هتيجي مثلا عندك هنا الطول ده او اللي هو الزائد ده، هنا التحديد بس، تمام، ملهوش اي لازمه، لا انت عايز الزائد، تمام، هتيجي على الزائد تروح جاي هنا محدد. طيب انت ايه اللي انت بقى ايه اللي هتقصه في الصوره، الباك جراوند ولا الشخصيه نفسها؟ لا انت هتقص الشخصيه نفسها اللي هو الكلب، تمام. طيب هتيجي كده اهو وتروح جاي على الكلب وتحاول ان انت ايه
يعني حتى كمان هو بيقول لك الشيء اللي انت عايز تقصه اهو بالشكل ده، تروح جاي محدد عليه. طبعا مالكش ده بقى، مالكش دعوه بقى بالشعر الجانبي ده او الشيء الجانبي ده، تمام؟ يعني الشعر اللي على الجنب ده، تمام، او الشعر اللي الحاجات اللي على الجنب دي ما تجيش جنبها. لو انت حتى كمان لو انت عايز تقصها ماشي، خليك مثلا ايه واحده واحده، بس لو انت يعني معنى اصح ايه زودت فيها، تمام، هتلاقي عندك اللي هو ايه خارج عن السيطره اهو بالشكل ده، تمام. يبقى احنا كده مش عايزينه، تمام. يبقى انت هتخليك بس مركز في الايه، في الحاجات الخفيفه دي اهي، تمام. مره تانية لو طولت منك برضو وانت عايز تقصرها اهو، عندك تيجي هنا على البرش الناقص ده، تمام، تروح جاي عامل كده اهو، قصيت الحته اللي انت عايزها، نروح جايين مكملين بالزائد، فاهمني؟ اه كده اهو. طيب نقص شويه ونكمل قص، تمام. نيجي نقص الكلب كامل، نقص الشخصيه اللي احنا عايزين نشيل شعرها او نقصها باحترافيه بالشكل ده، تمام. حاول ان انت تاخد رجله برضو على اساس ان انت ايه، اه شفت وسعت مني قد ايه، شفت وسعت مني قد ايه، شفت وسعت مني قد ايه، هتروح جاي بقى على التانية اللي هي الناقص، وتروح جاي بقى منقص بقى، فاهمني؟ اللي هي الايه الحدود بتاعته، تقول له انت اخرك هنا اهو، اه بالشكل ده. نيجي برضو من تحت، تمام، نقول له مثلا انت اخرك هنا اهو، وحاول تشيل الفراغات اللي في النص دي، الفراغات اللي مالهاش اي لازمة دي تشيلها، تمام، لان هي دي اللي ممكن تعمل لك مشكلة، تمام، وتشيل، تمام. شيلنا حددنا بدون تحدك لحد هنا اهو، تمام، نشيل الكلام ده كله مش اي لازمة، هو اخد السطر كله معايا، اه هنقول له احنا مش عايزينك يا عم الحاج، شيلناك، احنا عايزين الايه الكلب بس، ونروح جايين محددين على الكلب بس برضو، تمام، نشيل الفراغات اللي ملهاش اي لازمة دي، وعندي هنا ايه دخل شوية برضو. يعني حاول ان انت تحدد، يعني حاول ان انت تحدد او تحدد الكلب فقط لا غير، تمام، ما تحاولش انت تحدد اي حاجة تانية. العملية دي كلها اديني خلصتها، العملية دي كلها خدت مني قد ايه، ما كملتش بالظبط الدقيقة، ما كملتش الدقيقة. طيب هنيجي هنا، عندي هنا عندي بعد ما طبعا بعد ما خلصت هتروح جاي هنا اهو، هتلاقي عندك الأداة دي فوق، تروح دايس عليها اللي هي الايديت، تظهر عندي بالشكل ده، تمام. طيب طبعا لو هو ظهر عندي بالشكل ده هيظهر عندي بشكل غير احترافي بالمرة. ايه اللي هو ظهر عندي ده يا عم، ده ايه ده، مع ما فيه هنا قص فوق وفي بتاع فوق اهو، تمام، يعني في مثلا الودان دي او الرجل طالعه بالشكل ده. طيب ما انت هنا بقى، هنا هيبقى الشغل كله بقى. لو انت مثلا جيت عملت سايز القص نفسه، او جيت مثلا عملت سايز اللي هو البراش نفسه او الفرشة نفسها 80، وجيت مثلا كبرت الكلب مثلا ورحت جايب ايه بالشكل ده، قصيت الشعر، قصيت الشعر، تمام، اديك قصيت الباك جراوند من الشعر نفسه اهو، شايفين حضرتكم الشعر متشال ازاي او الباك جراوند متشال من الشعر ازاي. هتحدد بقى على الكلب ايه كله اهو نفس النظام، تحدد على الكلب ايه كله، تفضل ماشي معاه وتحدد على الايه، تحدد على اطراف الكلب فقط لا غير. شفت انا عشان غوطت شوية فايه اخد معايا، تمام، تحدد على اطراف الكلب لا غير، تمام. ونفترض يعني ان انا ايه بعمل سريعا، يعني على اساس ان انت ايه تشوف اهو، طبعا عشان الكلب فعلا يعني اللون او البكسل في الصورة ضعيف، عشان كده ايه عامل معايا المشكلة دي. بس انا عموما بقول لك الطريقة ازاي، تيجي بالشكل ده اهو، وتشيل الشعر اللي ورا، تمام، اه تمام. وطبعا بقى تروح ماسح بقى الايه الادوات دي بقى، يعني بعد ما نحفظ اقول لك انا ازاي تعملها تشيلها. بعد كده هنروح جايين هنا اهو، تمام، ونعمل
نيو روح دايسين اوك، استنى شوية زي ما حضراتكم شايفين. افترضنا مثلا ان انا هقص ايه الكلب او قصية الكلب او شعر الكلب، لو انت مثلا جيت على الجنب هنا اهو اهو بالشكل ده، ممكن ان انا اركب له مثلا لون تاني او اركب له مثلا ايه لو مثلا نفترض يعني باك جراوند. تمام، ادي الاصلي وادي بعد القص ساعة ما ركبنا باك جراوند، ادي الاصلي وادي بعد ما ركبنا باك جراوند. طبعا لو احنا رجعنا شوية هتلاقي عندك صورة الكلب مقصوصة بطريقة احترافية، بس طبعا الحاجات اللي على الجنب دي ايه هنشيلها يعني، او معنى اصح دي هتشيلها بالايه بالطريقة التقليدية. تمام، هنعمل كده اهو، لا اسف معلش حددنا غلط، نعمل كده اهو. تمام، ونيجي نشيلها بالطريقة التقليدية او بالايه باستخدام الايه اللي هو الممسح، الحاجات دي هنشيلها باستخدام الايه او الطريقة التقليدية او باستخدام الممسح مش اكتر من كده. فين الممسح؟ تمام، يعني انا بقول لك يعني الايه اللي يعني اللي هي العيوب دي. تمام، دي كده مسحتها من على الجنب اهو، العيوب اللي هي الحاجات دي كلها دي كده مسحتها اهو. لو احنا مثلا جينا تاني بس عشان انا ايه ما شفتهاش ومسحت غلط، بس بقول لك يعني العيوب اللي هي على الجنب دي ممكن تتمسح بخلال ايه الممسح لو انت عايز يا سيدي. او الشعر حتى كمان انا مسحته هنا اهو، بص الشعر الخفيف ده طالع ازاي، الشعر بتاعه الخفيف حتى الشعر كمان انا مطلعه. ده الطريقة اللي انت تقدر تقص بيها بشكل احترافي على الفوتوشوب. طبعا الطريقة اللي هي قليل جدا اللي يعرفها احنا كمحتوى عربي. تمام، طبعا ممكن برضو تطبق نفس الكلام، مو عفوا معلش، ممكن تطبق نفس الكلام مع مثلا صورة تانية، اذا كانت مثلا صورة طفلة مثلا او حاجة اللي هي مثلا ليها الشعر مثلا او حاجة شبه كده. برضه نفس النظام، لو احنا مثلا جينا على صورة طفلة، تمام، مثلا صورة مثلا شبه دي، تمام، أو مثلا صورة مثلا شبه دي، أي صورة مثلا، عايزين صورة مثلا لوحدها، عموما نفس الكلام تقدر تطبقه على أي صورة، مش صور بس حيوانات بس، لأ على أي صورة كمان، تقدر تطبقها عادي باحترافية شديدة. أنا آسف إن أنا طولت في الفيديو جدا، لكن حبيت أوصل لكم الطريقة اللي أنا بعملها يعني. ان انا ازاي اقدر اقص الصوره باحترافيه، وطبعا انت محتاج بس ان انت تجربها مره واثنين وثلاثه، بس عشان عملتها سريعا وكمان من غير تدقيق. تمام، ان انا ما دققتش تمام في الفيديو قوي، فعشان كده هو ايه ما عملش معايا صح. انما لو انت مثلا ركزت في القص هتلاقي معاك ان القص طلع باحترافيه شديده جدا زي ما حضراتكم شايفين، تقدر تستخدمه في اكتر من حاجه، تقدر يعني تعدل على صور اصحابك او تعدل على صورك عادي مفيش اي مشاكل. ده كان شرحنا النهارده، ربك الموضوع عجبكم، وانتظرنا باذن الله في موضوع جديد مع لطيف سعيد من مدونه كريدت نت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، بجانب ما تنساش تعمل لايك للقناه، واكون مشكور لكم جدا وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.